أهلا بحضراتكم من جديد. كل يوم بيبقى عندنا تحديث وبنتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية والذهب. خلينا نبتدي على طول مع بعض بمتوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و18 قرش للشراء، 19 جنيه 25 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه وقرشين للشراء، 19 جنيه و10 قروش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه و3 قروش للشراء، 22 جنيه و12 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 52 قرش للشراء، 19 جنيه 61 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 76 قرش للشراء، 2 جنيه 77 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و10 قروش للشراء، 5 جنيه و12 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و11 قرش للشراء، 62 جنيه 45 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه 22 قرش للشراء، 5 جنيه 24 قرش للبيع. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 بيسجل 950 جنيه للجرام، عيار 21 بيسجل 1107 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1221 جنيه للجرام، أما الجنيه الذهب بيسجل 8856 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا، زي ما كنا بنتكلم عن التغيرات المناخية، خلينا نشوف جولة سريعة في أحوال الطقس ونشوف الجو النهاردة. هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون في نشاط رياح بالليل على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط، وده هيؤدي لارتفاع الأمواج بقيم بتتراوح من مترين لثلاث أمتار. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 32 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 درجة، والأقل هتكون في العالمين الجديدة 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.